ايه ده؟ ماما كريمه جايب العربيه اهي. اهلا يا فندم. الشارع ماما كريمه عربيه. ركزي عربيه. ايه ده؟ دي راكبه عربيه ولا نعامه دي؟ ماما كريمه، ماما كريمه. ايه ده؟ انت يا متخلفه، هو اللي راكبه عربياتها وتدوس على بنات الناس؟ في ايه؟ ايه بحبك يا شحاسبي يا بت وانا ماشيه يا بت. وانت كده ماشيه؟ ده ايه القرف ده؟ انا بحبك يا ماما كريمه. ايه ده؟ اتكلمي كده؟ إلهي يا ربي لو ما اديتيني فلوس تتفحمي مكانك وتبقي تبعي الكلبة. ايه ده يا بت؟ انت صوتك نبرته حلوة بجد. شكلك يا بت مغنية. غنينا حتة كده. اغني لك حتة طرب؟ ايوه. ليل نهاري ايه رأيك؟ برافو يا بت. انا هكتشفك بجد. انا هوديك لعمرو دياب يكتشفك يا بت. دي عبيطة اقتنعت بصوتي. عمرو دياب بيحب المواهب الجديدة. ماما كريمة انا موهبة شابة جديدة. شيخ راسي انت مالناش دعوة بيكي، مالكيش لازمة في الفيلم أصلا. انت جاية كده مع صاحبتك تيشا. ايه يا وليا في ايه؟ تيشا انت تيشا. انا البطلة. ده شكل بطلة، ده الفيلم هيسقط من اوله. خلاص يا بت ما تكلميش في الفيلم ما يخلص. ماشي خلاص. خلاص؟ يلا يلا. انت الحلوة الأمورة اللي جاية كده مع البطلة. ماشي. يلا وديني. يلا. وديني لعمو عمرو. يلا نروح لعمرو يا بت. يلا نروح لعمرو. يلا. يا عم عام يا عم عام خبطي خبطي على الباب. ماما كريمه وحشتيني يا سفله. وحشتيني يا دي عم. عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ مش بتسال عليا ليه الجيم واخدك مننا ليه؟ معلش بس بعمل الفورمه وراجع لك. طب ايه يا عمري في ايه؟ ايه الاشكال اللي انت جايباها هنا الاستوديو دي؟ ما تركزش في الاشكال، ركز معانا، جايه لك بنفسي. في ايه وليه؟ مالك ايه يا عم؟ مالك في ايه؟ يلا بينا. في ايه؟ مش قدام الاطفال. انا متروشه ولابسه حلو وجايه. هو انت كده متروشه؟ ده انا ما رضيتش اعمل ميك اب عشان ما تتزولش فيا. اسكت. مين دول؟ ايه الاشكال دي؟ دي بيليا ودي اللي جايه كده معاها. مين بيليا دي؟ مالها دي يعني؟ دي يا عمرو موهبه بجد. سكره موهبه والله العظيم. صوتها ايه؟ تعالي يا بنت انت هنا تعالي. متاكدين ده عمرو دياب ولا علي الكسار ده؟ يعني هي دي مديحه كامل؟ ما هو ده سعيد الهوى قدامي. طب ايه ده بقى؟ بدل ما اديك اتنين امبالي في الشكمان ورا طياره. خلاص. ايه دي كده على نفسك؟ ايه دي؟ انت بطلي سفاهه. ايه دي؟ انت مالكيش دعوه اصلا، المفروض ما تتكلميش خالص في الفيلم. انا جايبينك عشان صاحبتنا بس يا ماما. بس ايه ده يا عم عمرو؟ ايه حرف العين ده؟ ابنك عبد الله؟ لا دي عين عضلات. وادي به بنجات. حضرتك متسارح حته تانية في جسمك. احترمي نفسك. احترمي نفسك يا قلة الادب، انت لسه طفله صغيره. خلاص يا عم عمرو. ايه بتعرفي تتنيلي تغني؟ بيقولوا. طب سمعي لي حاجه. اسمعك حاجه قديم ولا جديد؟ اي حاجه بتحبيها. حاجه لحضرتك. ما تخلصي. انا طفله المفروض تعملي. طفله ايه؟ ردي على طول. خلصي. يدق ايه الباب. حلو صوتك حلو. عم عمي موهبه شابه. هي والله العظيم. ساعه الفوياء ما تلومش حد على اللي باع. بس ليها لازمه في الفيلم دي؟ دي كلبه ولا ليها لازمه في حياتها. بس خلاص خد من بودره. خد انت العود ده وروح العبه في الاستوديو عبارة ما اقعد مع ماما كريمه شويه. تعالي تعالي يا لودا، تعالي ناخد العود ده ونطلع نلعب بيه بره. يلا 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 يلا. يلا. يا ماما كريمه مالك في ايه يا عمري؟ مالك انت اللي مالك يا عمري؟ ده ايه ده بقى ده؟ ايه يا عمرو؟ ده ايه ده؟ جيالك وفي ايه؟ غطي القرف ده! ده انا ما بعملش كده عشان حد والله يا عمرو. انت بس اللي بعمل معاه الحركات دي والله. انت بحبك يا عمرو. بتحبيني ايه؟ انا عمرو دياب يا ماما. يا عمرو داير على البت الصغيره. عجباك قوي الصغيره. عجباني ايه يا هبله؟ كبيره حلوه. غطي القرف ده! جاري ورا الطفلة وسايب العنتيل. معرفش انا حبيبي ايه. انا حبيت الزلطة وحبيت الصخرة، نفسي احب الهضبة. احترمي نفسك يا سفلة، ما نشوف البنت الصغيرة.
ايه ده؟ دي سرقت العقوب بتاعه وجريت. الصغيرة ايه؟ دي تلات حرامية. ما انا جايبها من اشارة. وانا جايبها منين؟ يعني ايه؟ يعني مش جايبها لك يعني من مدرسة، جايبها لك من اشارة. ماليش دعوة، انا عايز دلوقتي تيجي دلوقتي حالا بليا. عندي فكرة يا عم. ايه؟ بس انت بس خليك معايا انا كده. ايه خليك معايا انا. ابعدي. خليك معايا انا، هنفعك اكتر من البيت. عايزة ايه؟ انا احلى منها، ما تركزش معايا، دي سمرة شبه. احترمي نفسك، انا عايز البنت تيجي دلوقتي. بص يا عم، عندي فكرة جهنمية. ايه هي؟ انا بعمل برنامج اسمه ماما كريمة. بتعشقه البت الصغيره دي، بتعشقه موت. تمام. هجيبك في الفيلم تطلع تغني اغنيه تشرح فيها. تقول عودي يا بيليا. فاهم؟ تشرح فيها بحيث انها تفهم وترجع. تمام تمام. عارف الفيلم؟ عارف. عارف الفيلم؟ اقعدي اقعدي. الله يخرب بيتك، اتفضلي ده برنامج. انا بس عايزك تركز معايا. ترمي نفسك، احنا على الهوا.